تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء، حيث استهدفت قوات الاحتلال مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 50 شخصا على الأقل. كما استهدفت قوات الاحتلال عشرات المنازل المأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة ومدينتي رفح وخان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 10 آخرين.